حسنا، ايه رأيك في صفقة امام عاشور؟ انا مش راضي عن صفقه امام عاشور، ما انا عارفة ليه. لان على فكره لصفقه لا للاهلي ولا للزمالك، فانا قلت الكلام ده قبل كده فما بعرفش غير رايي يعني. سمعتك. بس ليه يعني؟ انا ده سمعت. يعني كده معناته ان الغايه تبرر الوسيله، يعني انا اتعامل مع الشيطان او اتعامل مع الجن الازرق زي ما بيقولوا، بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى، ده رايي الشخصي. وقلت ان هو لما جه قعد يعيط في وقعد جنب رئيس النادي مرتضى منصور، وان انا همشي وانا هرجع ولو رجعت هرجع هنا تاني، انا حضرتك باختصار بشوف ان ده يعني من غير ما تضحكي شغل استعباط، انك تلبسني الهمه اقول لك كلام واسافر. افشل في تجربتي، ومشهد في رايي مشهد سيء جدا للاعب المصري. يا عم تعالى انت لازم ترجع بقى، انت خلصت. لا انا مش جاي. فانا شايف ان هو يعني وجوده هيكون لي يعني مضاعفات سلبيه اكتر من المكاسب الفنيه بشكل عام يعني. اقول لك مكاسب امام بالنسبه للنادي الاهلي وتقول لي صح ولا غلط. ايوه، امام صغير في السن ولا لا؟ 24 سنه مش صغير. 24 سنه، اصغر من حمدي. مش صغير. اداؤه عامل ايه؟ متطور. تمام. البديل الامثل لحمدي زي ما قلنا، ويمكن هو كمان يعني اعتقد انه الاهلي ممكن ينسى المركز ده 5 6 سنين قدام، يعني في وجود امام ما عاشور. انتش ضامنه حاجه يعني. انت لما يعني كتير من النجوم جت ورجعت وكان بيتبني عليها امال كبيره، وبعدين بتفاجئ ان هي ما بتكملش يعني. بس عندك امثله بدون ذكر اسماء طبعا. لما دخلت الاهلي مشيت على السيستم ومشيت على مبادئه. مش كلهم، ما فيش داعي اقول اسماء، مش كلهم. وبعدين انا يعني طب ليه بنقول ليه دلوقتي يعني انا شايف بنسبق الاحداث ونقول ان امام هيبقى مش من أنا كلهم؟ انا قلت قبل ما يروح، وفي فيديو ممكن كنت ابعته لك، ان تجربه امام في الدنمارك لن يكتب لها النجاح، لانها طالعه فجاه، طالعه عشوائي، الولد ولا خلفيه ولا ثقافه وحاجه كده غامضه. كان طالع عشان يرجع؟ ممكن. لا مش عايز ابقى يعني ولا ان هو كان الاهلي عامله كوبري، مش كل ده مش في الحسابات يعني. لكن هو الزمالك باعه ب3.5، مش كده؟ وعايز اقول لك ان هي جت بسرعه ما جدا، ما انا يعني هقول لحضرتك، كانت فالزمالك اسبوعين. ما عندوش فلوس ان هو يرجعه يعني. وفي نفس الوقت قال لك ان هو ماشي. لكن انا فكره ان هو يرجع ويلعب في الاهلي او في الزمالك، حتى في الزمالك لو كان عنده اكتر من كده، انا برضو ما كنتش راضي عن القصه دي، لان انا شايف ان اللعيبه عندنا هي بس اللي بتكسب. ادارات الانديه اللي بتكسب، الجماهير هي اللي بتدفع من جيوبها، الدنيا ماشيه في صالح اللاعب فقط لا غير. فاللاعب ما ينفعش. بس برضو الانديه هي اللي بتحدد احتياجاتها وبناء بتتصرف ساعات وبتعقد ساعات الانديه والاهلي والزمالك بياخدوا اكتر من احتياجاتهم عشان يغيظوا بعض. كتير جدا يعني، معلش. احيانا ببقى الناس بتخش في قصص عشان الامور الجماهير تسقف، مش عشان الفرقه تستفيد بشكل اكبر. ده رايي الشخصي. احيانا ادارات الانديه السوشيال ميديا. بس حضرتك شايف انه الاهلي مش محتاجه؟ لا مش محتاج لامام لا عاشور. لا لا لا, لا, لا الاهلي محتاج لعيب زي امام عاشور. انا معترض بس على حضرتك معترض على مش الفنيات. انا معترض على ان القصه ما ينفعش ان ادارات النادي تلعب بيها كده. طب انا عايز استاذنك في فاصل ونرجع تاني نكمل يا الكلام. ما تلعب بادارات الانديه بلعيبه.